السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف السوري في ظل بدء الجيش الوطني والفصائل المعارضة هجوما جديدا على سراقب. إذن شنت الفصائل المقاتلة اليوم الاثنين هجوما على مواقع النظام السوري في محور مدينة سراقب شرق أدلب بالتزامن مع تمهيد مدفعي وصاروخي من قبل الجيش التركي. وقالت وسائل الإعلام أن الجيش الوطني أطلق معركة من عدة محاور بهدف استعادة السيطرة على مدينة سراقب بعد أن زودتهم تركيا بمدرعات وآليات عسكرية. كما وجدد وزير الدفاع التركي خلوص أكار تحذير أنقرة للنظام السوري بشأن سحب قواته من إدلب أو في إدلب إلى ما وراء حدود نقاط المراقبة التركية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح أو لن تتردد في شن عملية عسكرية في المنطقة ما لم تتراجع قوات الأسد بحلول نهاية الشهر الجاري. إلى ذلك احتضنت العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي لبحث آخر المستجدات الحاصلة في محافظة إدلب. وترأس الوفد التركي مساعد وزير الخارجية سادات أونال، بينما حضر الوفد الروسي الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي السفير سيرجي فريشنين وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا. إذن مشاهدينا الكرام، حديثنا اليوم سوري وما يتعلق في أبرز التطورات العسكرية بعد إعلان القوات الفصائل المعارضة بدعم تركي من الجيش التركي بدء عملية عسكرية لاستعادة كل المناطق التي خسرتها في الأيام القليلة الماضية. نبدأ معكم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ونفتح الحوار والنقاش، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. قصف تمهيدي بعشرات الصواريخ على مواقع النظام شرقية مدينة إدلب السورية. هكذا افتتحت فصائل المعارضة حملتها العسكرية لصد تقدم قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه في قرى وبلدات الشمال السوري بعد أن استولوا على مدينة سراقب الاستراتيجية قبل أيام. استعادة السيطرة على سراقب وردع التقدم العسكري لقوات الأسد خاصة في الطرقات الدولية وأهمها طريق حلب دمشق الدولي هي أهداف مباشرة لحملة الفصائل المعارضة. ليتحدث ناشطون سوريون عن دعم وإسناد من المدفعية التركية دون صدور أي إعلانات رسمية من أنقرة بهذا الخصوص. هجوم جديد يكتسب بحسب مراقبين أهميتين بارزتين، الأولى أنه يتزامن مع الجولة الثانية من المحادثات التركية الروسية في العاصمة أنقرة، أما الثانية فهو بأنه جاء في ظل تحذيرات تركية للنظام بالانسحاب من المناطق التي استولى عليها مؤخرا أو مواجهة هجوم تركي. تطورات ميدانية متسارعة تلقي بتأثيرها على المشهد الدبلوماسي، حيث تبدو أطراف الجولة الثانية من المحادثات التركية الروسية أكثر حذرا وترقبا، ففي حين يسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد في إدلب، يعتقد الكثير من المراقبين أن موسكو تريد فرض أمر واقع جديد على تركيا والقبول بالمتغيرات الميدانية التي فرضتها مع النظام خلال الأسبوعين الأخيرين، فيما الجانب التركي يبدو رافضا بشدة لأي تغيير في حدود منطقة خفض التصعيد الرابعة. لا شك إذن بأهمية المحادثات التركية الروسية في أنقرة، إذ أنها المنفذ الوحيد في تحديد مسار الصراع ليس فقط على إدلب بل على معادلة الصراع في الشمال السوري بالكامل. إذن تابعنا وإياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير تحركات ميدانية وأخرى سياسية دبلوماسية بين روسيا وتركيا. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الكرام ونفتح الحوار والنقاش، وأرحب بضيفي عبر السكايب الكاتب الصحفي السيد مضر حماد الأسعد. أهلا ومرحبا بكم معنا سيد مضر. يا مرحبا، مساء الخير، حياكم الله، أهلا ومرحبا بك. تطورات يعني حقيقية واقعة اليوم في ظل تقدمات للفصائل المعارضة وأيضا بدعم من الجيش التركي، بدء الإعلان عن عملية عسكرية جديدة بدعم من الجيش التركي لاستعادة كل المناطق. كما تعلم يعني يوم أمس كان هناك أحاديث عن قوات النظام السوري أعلنت عن سيطرتها على مناطق وقرى في ريفي إدلب وحلب.
اليوم التطورات هي بدء هذه المعركة، وهذه تحتاج إلى قراءة في البداية، كيف توصفها برأيك؟ لا شك بأن اليوم هناك تتارع في الأحداث إذا كانت سياسية أو عسكرية من خلال الاجتماعات المتتالية بين القيادتين التركية والروسية في أنقرة، وكذلك على الأرض هناك عمليات عسكرية إذا كانت محدودة أو إذا كانت في الساعات الأخيرة كان هناك بصراحة كان هناك تحرك عسكري كبير جدا من قبل الجيش الوطني وكذلك من قبل المدفعية التركية ومن قبل القواعد العسكرية أو النقاط العسكرية التركية الموجودة في إدلب، وخاصة بعد قيام جيش أو بقايا جيش النظام السوري بقصف أحدى النقاط العسكرية مما أدى إلى استشهاد حوالي 6 عساكر من الجيش التركي. هذه الأحداث المتسارعة جعلت الحكومة التركية تعمل وتسير بالطريق العسكري من أجل إنهاء ما يجري في محافظة إدلب، وخاصة بعد عمليات التقدم والتدمير بل واتباع سياسة التدمير من قبل روسيا وإيران والنظام السوري ونقضهم لكافة الاتفاقيات والهدن التي جرت في سوتشي أو الأستانة. هذا الموضوع أزعج القيادة السياسية التركية كثيرا لأن وضعها في موقف محرج جدا أمام الشعب التركي وأمام الشعب السوري وأمام حتى شعوب العالم، وخاصة بأن الضغوط العسكرية والأمنية الروسية قد تجاوزت الحدود وتجاوزت الأعراف الدولية، لذلك كان لابد للقيادة السياسية في تركيا بأن تنذر النظام السوري بأن يعود إلى الخلف عن المناطق التي قام بالدخول إليها مثل الريحة والسراقب وغيرها والعشرات من القرى والمدارس. طيب سيد مضر، يعني اليوم الجميع يتحدث عن هذه الجولات السياسية الدبلوماسية بين روسيا بين الوفد التركي والوفد الروسي، يعني كيف تقرأ هذا الاجتماع؟ أولا يعني هو اجتماع ثاني في غضون يومين تقريبا أو في غضون 3 أيام، هذا الموضوع يعني على ماذا يدل، على ماذا يدلل الاجتماع الثاني على التوالي في غضون 3 أيام فقط؟ هذه الاجتماعات تدل على أن روسيا لا تريد الحل السياسي والحل السلمي نهائيا في سوريا، هي تعربد في سوريا، هي تتبع سياسة الأرض المحروقة في سوريا. هذا الأمر هو الذي أزعج القيادة التركية كثيرا والتي ذهبت إلى الأستانة وإلى سوتشي على أساس بأن هناك حل سياسي وحل سلمي لما يجري في سوريا، ولكن المساعدات العسكرية وكذلك الأمنية المقدمة من قبل روسيا إلى النظام السوري جعل النظام السوري يبحث عن الحل العسكري والأمني بعيدا عن الحلول السياسية وبعيدا عن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية، وخاصة مثل ما ذكرت التي جرت في الأستانة وسوتشي وحتى جنيف، وهذا الأمر جعل القيادة التركية بأن تعمل على مواجهة ذلك من خلال الحل العسكري والأسلوب العسكري الذي لا يفهمه إلا النظام، النظام السوري لا يفهم إلا الحل العسكري من خلال الدعم الذي يتلقاه من قبل إيران والميليشيات الإيرانية وحزب الله وكذلك من قبل روسيا. هناك ضغوط سياسية من قبل تركيا على روسيا، روسيا بنفس الوقت هي التي تدعم النظام وهي التي تحرض النظام على أن تكون هذه المناطق طيب. دائما ملتهبة وساخنة. سيد مضر، يعني الاجتماع يعني كان هناك حديث في وسائل الإعلام أن الاجتماع لهذا الوفدين لهذين الوفدين التركي والروسي اليوم كان من المتوقع أن يكون في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، لكن برأيك هل روسيا يعني سارعت وهرولت للاجتماع مع تركيا نتيجة بدء العملية العسكرية ونتيجة التحشيد العسكري على الحدود من قبل الجيش التركي؟ نعم كلامك صحيح وسؤال إيجابي جدا. روسيا تريد أن تلعب على الوقت، تريد أن دائما روسيا غير موثوق فيها نهائيا، فهي تجتمع في الظرف وفي المؤتمرات، ولكن بنفس الوقت الطيران الروسي يقوم بقتل الشعب السوري بتدمير المدن بحرق الشجر بقتل الأطفال والنساء، والاجتماعات التي جرت اليوم في أنقرة بين روسيا وتركيا كان يلزم لروسيا بأن تلتزم على الأقل بالهدنة
وأن تقوم بوقف القصف الجوي والبري، البري من قبل النظام السوري والميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، والجوي من قبل الطيران الروسي. ولكن كما قلت روسيا غير موثوق فيها نهائيا، روسيا تبحث عن الحل مع تركيا ولكن على حساب الشعب السوري، تركيا لا يمكن أن توافق على ذلك. روسيا تريد أن يصل النظام السوري إلى الحدود التركية، أي أن تكون كامل محافظة إدلب وريف حلب تحت سيطرة النظام السوري، وهذا الأمر يعني يشكل أزمة إنسانية كبيرة جدا، يؤدي إلى نزوح أكثر من 3 إلى 4 مليون نسمة يقطنون في هذه المناطق وهم من كل المحافظات السورية. هذا أولا. ثانيا هو يشكل خطر كبير جدا على الأمن القومي التركي وكذلك على جنوب تركيا، من خلال إرسال المتفجرات، من خلال إرسال العناصر الإرهابية، من خلال التفجيرات المستمرة في جنوب تركيا، وكل ذلك هي من خلال دعم النظام إلى العصابات الإرهابية وكذلك دعم عصابات البككة التي تنسق مع النظام ومع روسيا من أجل زعزعة الوضع في جنوب تركيا بشكل أكبر. نعم، كما تعلم يعني سيد مضر، الاجتماع الحاصل اليوم أو هذا اللقاء بين الوفدين هو يعني يقتصر على وفود سياسية وعسكرية ولقاءات بين الجانبين، لكن في حال فشل هذا اللقاء أو هذه المحادثات بين الجانبين لحلحلة الوضع في إدلب، وهو المرجح فشل هذه اللقاءات حسب العديد يعني من المراقبين للمشهد، هل سيحصل اجتماع على مستوى رؤساء الدول رجب طيب أردوغان وأيضا فلاديمير بوتين؟ أولا، الاجتماعات التي جرت في أنقرة خلال 48 ساعة الماضية وحتى اليوم هي فشلت بسبب تعنت وتعربد القيادة السياسية والعسكرية الروسية التي تريد القضاء على الجيش الحر بشكل كامل، تريد السيطرة على محافظة إدلب. تركيا ترفض رفض قاطع، تركيا ترفض وجود النظام أو قوات النظام والميليشيات الإيرانية والبككة على الحدود التركية في إدلب أو في حلب، لذلك هذه الاجتماعات قد فشلت. أكثر من اجتماع عقد بين الرئيسين أردوغان وبوتين، روسيا كانت مخادعة، روسيا كانت تلعب على الوقت، ولذلك مثلما ذكرت هي كانت تجتمع في سوتشي والأستانة، والطيران الروسي كان يقصف الأهالي، يقتل الأطفال والنساء والمرضى وذو الاحتياجات الخاصة، وكذلك يقوم بتدمير البنى التحتية من المشافي والأفران والجسور والمدارس ومحطات المياه والكهرباء وغيرها، ولذلك لم تعد تركيا تثق بروسيا ولا بالمعاهدات والاتفاقيات مع روسيا نهائيا، وخاصة عمليات الغدر قد تكررت كثيرا من قبل روسيا اتجاه تركيا أو اتجاه الشعب السوري. نعم، اليوم يعني فيما يتعلق بالصراع التركي الروسي في الشمال السوري، وكأن الولايات المتحدة تريد الدخول على الخط، يعني هناك أحاديث عن أن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إلى الأراضي التركية يوم الأربعاء القادم لبحث آخر التطورات في الشمال السوري، هل من الممكن أن نشهد يعني دعم أمريكي لحليفتها تركيا أمام ما يحصل اليوم من تقدم للنظام وداعميه روسيا وإيران؟ أولا، تركيا هي عضو بحلف الناتو، بل هي الدولة الثانية من حيث القوة في حلف الناتو، ولا يمكن أتوقع، يعني هذا توقع، أن تتخلى الدول الأوروبية الموجودة في حلف الناتو أو حتى أمريكا عن أي اعتداء تتعرض له تركيا. هم سيقفون مع تركيا من خلال وجودهم في حلف الناتو وكذلك من خلال وجود القواعد العسكرية الأمريكية في تركيا. هذا الأمر هو مقابل أن تقوم أمريكا والاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو بالدفاع عن تركيا وكذلك تركيا بالدفاع عن حلف الناتو. ولذلك أتوقع بأن أمريكا والدول الأوروبية ستقف مع تركيا في مواجهة النظام السوري وإيران وروسيا
على الأقل من أجل عدم نزوع حوالي 4 مليون نسمة. وإذا هؤلاء نزحوا بسبب تعنت وعربدة روسيا والنظام السوري وإيران بالضغط على الشعب السوري في إدلب وفي حماة، هذا يعني فتح الحدود إلى أوروبا وإغراق أوروبا بحوالي 3 مليون لاجئ، وهذا الأمر يسبب مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لأوروبا وللكثير من دول العالم، ولذلك سيقفون مع تركيا في مواجهة ذلك. هل تعتقد سيد مضر أن اليوم ما يجري من هذه العملية أو إطلاق العملية العسكرية من قبل الفصائل المعارضة بدعم تركي هو محاولة لاستعادة يعني المناطق والقرى والبلدات التي سيطرت عليها قوات النظام السوري، ومن بعد ذلك يعني يتم الاجتماع مع الوفد الروسي أو ربما نشهد لقاء يعني بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره فلاديمير بوتين؟ يعني أنا أتوقع بأن تركيا لن تأخذ المحادثات مع روسيا بمحمل الجد إلا بعد استعادة كافة المناطق التي دخل إليها النظام وقامت روسيا بقصفها عن طريق الجو، وهذا الأمر يتطلب انسحاب النظام والميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من كافة المناطق في جنوب إدلب وفي غرب حماة وفي غرب حلب وفي شمال حماة. هذا أولا. ثانيا هي وقف القصف الجوي من قبل روسيا على البلدات في شمال إدلب أو حتى في مركز مدينة إدلب، لأن ذلك يسبب في نزوح وهجرة سكان هذه المناطق إلى الحدود التركية ويسبب أزمة إنسانية كبيرة جدا. وتركيا حاليا مثلما يعرف الجميع يتواجد فيها حوالي 4 مليون سوري، ولم تعد تتسع إلى عدد إضافي بسبب بعض المشاكل الداخلية وكذلك بسبب الخلافات بين أحزاب المعارضة وبين الحكومة التركية وكذلك بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. نعم. ولذلك تركيا أنا أتوقع ستبقى مصممة على انسحاب النظام كامل من المناطق التي دخل عليها في الفترة. استفزازات النظام السوري برأيك ستستمر سيد مضر بعد أن تم استهداف النقطة التركية اليوم أيضا وقتل أكثر من 5 جنود أتراك؟ أنا أتوقع بأن استفزازات النظام السوري ستبقى مستمرة، ما زال هناك دعم من قبل روسيا ومن قبل إيران وكذلك حالة من السبات من قبل جامعة الدول العربية والدول العربية ومن الأمم المتحدة. كل هؤلاء هم يتفرجون على ما يقوم به النظام من جرائم بحق الشعب السوري. وإذا توقف الطيران الروسي 24 ساعة وبقيت المعارك على الأرض، النظام السوري والميليشيات الإيرانية لا تستطيع الصمود أمام الجيش الوطني السوري الجيش الحر نهائيا. فالجيش السوري الحر يستطيع أن يفتح أكثر من جبهة في المنطقة ويستطيع الوصول حتى إلى الساحل السوري، ولكن كثافة الطيران التابع لروسيا هو الذي يقوم بتدمير وقصف هذه المناطق وكذلك بقتل الأطفال والنساء، مما يسبب إحراج لدى عناصر الجيش الحر أو الجيش الوطني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي السوري السيد مضر حماد الأسعد، شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم فصائل المعارضة السورية تبدأ وتعلن عن عملية عسكرية جديدة لاستعادة سراقب وأيضا المناطق التي سيطرت عليها قوات نظام الأسد بدعم تركي، وأبرز التطورات هناك سجال سياسي وهناك سجال ميداني أيضا على أرض المعارك. نتابع معكم مشاهدين الكرام ونستمر بهذه الحلقة، ولكن سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار مع ضيوفنا الكرام، فتكرموا بالبقاء معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف السوري.
في ظل بدء الجيش الوطني والفصائل المعارضة هجوما جديدا على سراقب، إذن شنت الفصائل المقاتلة اليوم الاثنين هجوما على مواقع النظام السوري في محور مدينة سراقب شرق أدلب، بالتزامن مع تمهيد مدفعي وصاروخي من قبل الجيش التركي. وقالت وسائل الإعلام أن الجيش الوطني أطلق معركة من عدة محاور بهدف استعادة السيطرة على مدينة سراقب بعد أن زودتهم تركيا بمدرعات وآليات عسكرية. كما وجدد وزير الدفاع التركي خلوص أكار تحذير أنقرة للنظام السوري بشأن سحب قواته من إدلب أو في إدلب إلى ما وراء حدود نقاط المراقبة التركية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح أو لن تتردد في شن عملية عسكرية في المنطقة ما لم تتراجع قوات الأسد بحلول نهاية الشهر الجاري. إلى ذلك احتضنت العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي لبحث آخر المستجدات الحاصلة في محافظة إدلب. وترأس الوفد التركي مساعد وزير الخارجية سادات أونال، بينما حضر الوفد الروسي الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي السفير سيرجي فريشنين وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا فلاديمير بوتين إلى سوريا. إذن مشاهدينا الكرام، حديثنا اليوم سوري وما يتعلق في أبرز التطورات العسكرية بعد إعلان القوات الفصائل المعارضة بدعم تركي من الجيش التركي بدء عملية عسكرية لاستعادة كل المناطق التي خسرتها في الأيام القليلة الماضية. نبدأ معكم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ونفتح الحوار والنقاش، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. قصف تمهيدي بعشرات الصواريخ على مواقع النظام شرقية مدينة إدلب السورية. هكذا افتتحت فصائل المعارضة حملتها العسكرية لصد تقدم قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه في قرى وبلدات الشمال السوري بعد أن استولوا على مدينة سراقب الاستراتيجية قبل أيام. استعادة السيطرة على سراقب وردع التقدم العسكري لقوات الأسد خاصة في الطرقات الدولية وأهمها طريق حلب دمشق الدولي هي أهداف مباشرة لحملة الفصائل المعارضة. ليتحدث ناشطون سوريون عن دعم وإسناد من المدفعية التركية دون صدور أي إعلانات رسمية من أنقرة بهذا الخصوص. هجوم جديد يكتسب بحسب مراقبين أهميتين بارزتين، الأولى أنه يتزامن مع الجولة الثانية من المحادثات التركية الروسية في العاصمة أنقرة، أما الثانية فهو بأنه جاء في ظل تحذيرات تركية للنظام بالانسحاب من المناطق التي استولى عليها مؤخرا أو مواجهة هجوم تركي. تطورات ميدانية متسارعة تلقي بتأثيرها على المشهد الدبلوماسي، حيث تبدو أطراف الجولة الثانية من المحادثات التركية الروسية أكثر حذرا وترقبا، ففي حين يسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد في إدلب، يعتقد الكثير من المراقبين أن موسكو تريد فرض أمر واقع جديد على تركيا والقبول بالمتغيرات الميدانية التي فرضتها مع النظام خلال الأسبوعين الأخيرين، فيما الجانب التركي يبدو رافضا بشدة لأي تغيير في حدود منطقة خفض التصعيد الرابعة. لا شك إذن بأهمية المحادثات التركية الروسية في أنقرة، إذ أنها المنفذ الوحيد في تحديد مسار الصراع ليس فقط على إدلب بل على معادلة الصراع في الشمال السوري بالكامل. إذن تابعنا وإياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير، تحركات ميدانية وأخرى سياسية دبلوماسية بين روسيا وتركيا. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الكرام، نفتح الحوار والنقاش، وأرحب بضيفي عبر السكايب الكاتب الصحفي السيد مضر حماد الأسعد. أهلا ومرحبا بكم معنا سيد مضر. يا مرحبا، مساء الخير، حياكم الله، أهلا ومرحبا بك. تطورات يعني حقيقية واقعة اليوم في ظل تقدمات للفصائل المعارضة وأيضا بدعم من الجيش التركي، بدء الإعلان عن عملية عسكرية جديدة بدعم من الجيش التركي لاستعادة كل المناطق. كما تعلم يعني يوم أمس كان هناك أحاديث عن قوات النظام السوري أعلنت عن سيطرتها على مناطق وقرى في ريفي إدلب وحلب. اليوم التطورات هي بدء هذه المعركة، وهذه تحتاج إلى قراءة في البداية، كيف توصفها برأيك؟
لا شك بأن اليوم هناك تسارع في الأحداث إذا كانت سياسية أو عسكرية من خلال الاجتماعات المتتالية بين القيادتين التركية والروسية في أنقرة، وكذلك على الأرض هناك عمليات عسكرية إذا كانت محدودة أو إذا كانت في الساعات الأخيرة كان هناك بصراحة كان هناك تحرك عسكري كبير جدا من قبل الجيش الوطني وكذلك من قبل المدفعية التركية ومن قبل القواعد العسكرية أو النقاط العسكرية التركية الموجودة في إدلب، وخاصة بعد قيام جيش أو بقايا جيش النظام السوري بقصف أحدى النقاط العسكرية مما أدى إلى استشهاد حوالي 6 عساكر من الجيش التركي. هذه الأحداث المتسارعة جعلت الحكومة التركية تعمل وتسير بالطريق العسكري من أجل إنهاء ما يجري في محافظة إدلب، وخاصة بعد عمليات التقدم والتدمير بل واتباع سياسة التدمير من قبل روسيا وإيران والنظام السوري ونقضهم لكافة الاتفاقيات والهدن التي جرت في سوتشي أو الأستانة. هذا الموضوع أزعج القيادة السياسية التركية كثيرا لأن وضعها في موقف محرج جدا أمام الشعب التركي وأمام الشعب السوري وأمام حتى شعوب العالم، وخاصة بأن الضغوط العسكرية والأمنية الروسية قد تجاوزت الحدود وتجاوزت الأعراف الدولية، لذلك كان لابد للقيادة السياسية في تركيا بأن تنذر النظام السوري بأن يعود إلى الخلف عن المناطق التي قام بالدخول إليها مثل الريحة والسراقب وغيرها والعشرات من القرى والمدارس. طيب سيد مضر، يعني اليوم الجميع يتحدث عن هذه الجولات السياسية الدبلوماسية بين روسيا بين الوفد التركي والوفد الروسي، يعني كيف تقرأ هذا الاجتماع؟ أولا يعني هو اجتماع ثاني في غضون يومين تقريبا أو في غضون 3 أيام، هذا الموضوع يعني على ماذا يدل، على ماذا يدلل الاجتماع الثاني على التوالي في غضون 3 أيام فقط؟ هذه الاجتماعات تدل على أن روسيا لا تريد الحل السياسي والحل السلمي نهائيا في سوريا، هي تعربد في سوريا، هي تتبع سياسة الأرض المحروقة في سوريا. هذا الأمر هو الذي أزعج القيادة التركية كثيرا والتي ذهبت إلى الأستانة وإلى سوتشي على أساس بأن هناك حل سياسي وحل سلمي لما يجري في سوريا، ولكن المساعدات العسكرية وكذلك الأمنية المقدمة من قبل روسيا إلى النظام السوري جعل النظام السوري يبحث عن الحل العسكري والأمني بعيدا عن الحلول السياسية وبعيدا عن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية، وخاصة مثل ما ذكرت التي جرت في الأستانة وسوتشي وحتى جنيف، وهذا الأمر جعل القيادة التركية بأن تعمل على مواجهة ذلك من خلال الحل العسكري والأسلوب العسكري الذي لا يفهمه إلا النظام السوري لا يفهم إلا الحل العسكري من خلال الدعم الذي يتلقاه من قبل إيران والميليشيات الإيرانية وحزب الله وكذلك من قبل روسيا. هناك ضغوط سياسية من قبل تركيا على روسيا، روسيا بنفس الوقت هي التي تدعم النظام وهي التي تحرض النظام على أن تكون هذه المناطق طيب. دائما ملتهبة وساخنة. سيد مضر، يعني الاجتماع، يعني كان هناك حديث في وسائل الإعلام أن الاجتماع لهذين الوفدين التركي والروسي اليوم كان من المتوقع أن يكون في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، لكن برأيك هل روسيا يعني سارعت وهرولت للاجتماع مع تركيا نتيجة بدء العملية العسكرية ونتيجة التحشيد العسكري على الحدود من قبل الجيش التركي؟ نعم كلامك صحيح وسؤال إيجابي جدا. روسيا تريد أن تلعب على الوقت، تريد أن دائما روسيا غير موثوق فيها نهائيا، فهي تجتمع في الغرف وفي المؤتمرات، ولكن بنفس الوقت الطيران الروسي يقوم بقتل الشعب السوري، بتدمير المدن، بحرق الشجر، بقتل الأطفال والنساء. والاجتماعات التي جرت اليوم في أنقرة بين روسيا وتركيا كان يلزم لروسيا بأن تلتزم على الأقل بالهدنة
وأن تقوم بوقف القصف الجوي والبري، البري من قبل النظام السوري والميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، والجوي من قبل الطيران الروسي. ولكن كما قلت روسيا غير موثوق فيها نهائيا، روسيا تبحث عن الحل مع تركيا ولكن على حساب الشعب السوري، تركيا لا يمكن أن توافق على ذلك. روسيا تريد أن يصل النظام السوري إلى الحدود التركية، أي أن تكون كامل محافظة إدلب وريف حلب تحت سيطرة النظام السوري، وهذا الأمر يعني يشكل أزمة إنسانية كبيرة جدا، يؤدي إلى نزوح أكثر من 3 إلى 4 مليون نسمة يقطنون في هذه المناطق وهم من كل المحافظات السورية. هذا أولا. ثانيا، هو يشكل خطر كبير جدا على الأمن القومي التركي وكذلك على جنوب تركيا، من خلال إرسال المتفجرات، من خلال إرسال العناصر الإرهابية، من خلال التفجيرات المستمرة في جنوب تركيا، وكل ذلك هي من خلال دعم النظام إلى العصابات الإرهابية وكذلك دعم عصابات البككة التي تنسق مع النظام ومع روسيا من أجل زعزعة الوضع في جنوب تركيا بشكل أكبر. نعم، كما تعلم يعني سيد مضر، الاجتماع الحاصل اليوم أو هذا اللقاء بين الوفدين هو يعني يقتصر على وفود سياسية وعسكرية ولقاءات بين الجانبين، لكن في حال فشل هذا اللقاء أو هذه المحادثات بين الجانبين لحلحلة الوضع في إدلب، وهو المرجح فشل هذه اللقاءات حسب العديد يعني من المراقبين للمشهد، هل سيحصل اجتماع على مستوى رؤساء الدول رجب طيب أردوغان وأيضا فلاديمير بوتين؟ أولا، الاجتماعات التي جرت في أنقرة خلال 48 ساعة الماضية وحتى اليوم هي فشلت بسبب تعنت وتعربد القيادة السياسية والعسكرية الروسية التي تريد القضاء على الجيش الحر بشكل كامل، تريد السيطرة على محافظة إدلب. تركيا ترفض رفض قاطع، تركيا ترفض وجود النظام أو قوات النظام والميليشيات الإيرانية والبككة على الحدود التركية في إدلب أو في حلب، لذلك هذه الاجتماعات قد فشلت. أكثر من اجتماع عقد بين الرئيسين أردوغان وبوتين، روسيا كانت مخادعة، روسيا كانت تلعب على الوقت، ولذلك مثل ما ذكرت هي كانت تجتمع في سوتشي والأستانة، والطيران الروسي كان يقصف الأهالي، يقتل الأطفال والنساء والمرضى وذو الاحتياجات الخاصة، وكذلك يقوم بتدمير البنى التحتية من المشافي والأفران والجسور والمدارس ومحطات المياه والكهرباء وغيرها. ولذلك لم تعد تركيا تثق بروسيا ولا بالمعاهدات والاتفاقيات مع روسيا نهائيا، وخاصة عمليات الغدر قد تكررت كثيرا من قبل روسيا اتجاه تركيا أو اتجاه الشعب السوري. نعم، اليوم يعني فيما يتعلق بالصراع التركي الروسي في الشمال السوري، وكأن الولايات المتحدة تريد الدخول على الخط، يعني هناك أحاديث عن أن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إلى الأراضي التركية يوم الأربعاء القادم لبحث آخر التطورات في الشمال السوري، هل من الممكن أن نشهد يعني دعم أمريكي لحليفتها تركيا أمام ما يحصل اليوم من تقدم للنظام وداعميه روسيا وإيران؟ أولا، تركيا هي عضو بحلف الناتو، بل هي الدولة الثانية من حيث القوة في حلف الناتو، ولا يمكن أتوقع، يعني هذا توقع، أن تتخلى الدول الأوروبية الموجودة في حلف الناتو أو حتى أمريكا عن أي اعتداء تتعرض له تركيا. هم سيقفون مع تركيا من خلال وجودهم في حلف الناتو وكذلك من خلال وجود القواعد العسكرية الأمريكية في تركيا. هذا الأمر هو مقابل أن تقوم أمريكا والاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو بالدفاع عن تركيا وكذلك تركيا بالدفاع عن حلف الناتو. ولذلك أتوقع بأن أمريكا والدول الأوروبية ستقف مع تركيا في مواجهة النظام السوري وإيران وروسيا
على الأقل من أجل عدم نزوع حوالي 4 مليون نسمة. وإذا هؤلاء نزحوا بسبب تعنت وعربدة روسيا والنظام السوري وإيران بالضغط على الشعب السوري في إدلب وفي حماة، هذا يعني فتح الحدود إلى أوروبا وإغراق أوروبا بحوالي 3 مليون لاجئ، وهذا الأمر يسبب مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لأوروبا وللكثير من دول العالم، ولذلك سيقفون مع تركيا في مواجهة ذلك. نعم. هل تعتقد سيد مضر أن اليوم ما يجري من هذه العملية أو إطلاق العملية العسكرية من قبل الفصائل المعارضة بدعم تركي هو محاولة لاستعادة يعني المناطق والقرى والبلدات التي سيطرت عليها قوات النظام السوري، ومن بعد ذلك يعني يتم الاجتماع مع الوفد الروسي أو ربما نشهد لقاء يعني بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره فلاديمير بوتين؟ يعني أنا أتوقع بأن تركيا لن تأخذ المحادثات مع روسيا بمحمل الجد إلا بعد استعادة كافة المناطق التي دخل إليها النظام وقامت روسيا بقصفها عن طريق الجو، وهذا الأمر يتطلب انسحاب النظام والميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من كافة المناطق في جنوب إدلب وفي غرب حماة وفي غرب حلب وفي شمال حماة. هذا أولا. ثانيا هي وقف القصف الجوي من قبل روسيا على البلدات في شمال إدلب أو حتى في مركز مدينة إدلب، لأن ذلك يسبب في نزوح وهجرة سكان هذه المناطق إلى الحدود التركية ويسبب أزمة إنسانية كبيرة جدا. وتركيا حاليا مثلما يعرف الجميع يتواجد فيها حوالي 4 مليون سوري، ولم تعد تتسع إلى عدد إضافي بسبب بعض المشاكل الداخلية وكذلك بسبب الخلافات بين أحزاب المعارضة وبين الحكومة التركية وكذلك بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. نعم. ولذلك تركيا أنا أتوقع ستبقى مصممة على انسحاب النظام كامل من المناطق التي دخل عليها في الفترة. استفزازات النظام السوري برأيك ستستمر سيد مضر بعد أن تم استهداف النقطة التركية اليوم أيضا وقتل أكثر من 5 جنود أتراك؟ أنا أتوقع بأن استفزازات النظام السوري ستبقى مستمرة، ما زال هناك دعم من قبل روسيا ومن قبل إيران وكذلك حالة من السبات من قبل جامعة الدول العربية والدول العربية ومن الأمم المتحدة. كل هؤلاء هم يتفرجون على ما يقوم به النظام من جرائم بحق الشعب السوري. وإذا توقف الطيران الروسي 24 ساعة وبقيت المعارك على الأرض، النظام السوري والميليشيات الإيرانية لا تستطيع الصمود أمام الجيش الوطني السوري الجيش الحر نهائيا، فالجيش السوري الحر يستطيع أن يفتح أكثر من جبهة في المنطقة ويستطيع الوصول حتى إلى الساحل السوري، ولكن كثافة الطيران التابع لروسيا هو الذي يقوم بتدمير وقصف هذه المناطق وكذلك بقتل الأطفال والنساء، مما يسبب إحراج لدى عناصر الجيش الحر أو الجيش الوطني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي السوري السيد مضر حماد الأسعد، شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم فصائل المعارضة السورية تبدأ وتعلن عن عملية عسكرية جديدة لاستعادة سراقب وأيضا المناطق التي سيطرت عليها قوات نظام الأسد بدعم تركي، وأبرز التطورات هناك سجال سياسي وهناك سجال ميداني أيضا على أرض المعارك. نتابع معكم مشاهدينا الكرام ونستمر بهذه الحلقة، ولكن سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار مع ضيوفنا الكرام، فتكرموا بالبقاء معنا.